السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم وأولياء أموركم. ما زلنا مستمرين معكم في شرح سلسلة كتب الباهر، والنهاردة معانا بإذن الله الصف الثالث الابتدائي دفعة 2025 مهندسين ودكاترة المستقبل. بإذن الله هنحل معاكم مراجعة على ما سبق دراسته في السنوات السابقة. بسم الله نبدأ. ومعانا أول نشاط من مراجعة كتاب الباهر، بيقول لك أكمل الجمل التالية بكلمة مناسبة ثم حدد نوعها اسم ولا فعل ولا حرف. يسقط المطر نقط فصل الشتاء، هكتب له هنا حرف اللي هو في يسقط المطر في فصل الشتاء، نوعها حرف، ما أكملت به الجملة هو حرف. طيب الزرع من ماء النيل، أقول له إيه؟ نسقي، إحنا بنسقي الزرع من ماء النيل، نسقي ده فعل يدل على حدث وزمن. طيب من فاكهة الصيف نوعها، كله العنب، من فاكهة الصيف البطيخ، من فاكهة الصيف كلمة دي اسم. طيب راجع أخي نقط المدرسة، من المدرسة ده حرف. نقط النحل في الخلية، أقول له يعيش النحل في الخلية، دي كلمة فعل. قرأت نقط عن سر القلم، أقول قرأت كتابا عن سر القمر، يبقى الكلمة دي نوعها اسم. حدد نوع الجمل التالية اسمية ولا فعلية. ذهب الأصدقاء إلى الحديقة، طيب الجملة دي ذهب، ده بقى جملة ابتدت بفعل، يبقى الجملة دي فعلية. الشمس تنير الكون، الكلمة الجملة ابتدت باسم، يبقى الجملة دي اسمية. تنام الطيور ليلا، ابتدت بفعل تنام، بتدل على زمن، يبقى الجملة دي فعلية. تعلمت لغة الإشارة من أبي، ابتدت بفعل بيدل على زمن، يبقى تعلمت، دي جملة فعلية. مكان المخيم واسع، مكان ديت ده اسم، دولش على زمن، الجملة دي اسمية. النيل بدأ بألف ولام، الجملة دي اسمية أيضا. كده تمرين اتنين خلص. تمرين تلاتة بيقول لي حلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية. طيب أول كلمة معايا اسمها كلمة العش. العش الألف واللام دول لام قمرية، يبقى الألف واللام مع بعضين. حرف العين العو ش. بعدها حرف الشين، حرف الشين ده مشدد، يبقى الحرف المشدد بنفك الحرفين، هتاخد الشين الساكنة والشين المتحركة هتبقى لوحدها، العش. طيب الرحلة، طيب اللام دي شمسية؟ اللام الشمسية، بيبقى الألف واللام وحرف من الحروف المشددة نفكه لحرف الراء ده اللي هو الساكنة، وبعد كده ندي الراء المتحركة مع الحرف الساكن اللي بعديها، الرحلة، حرف الساكن بياخد الحرف اللي قبليه، واللام لوحدها والتاء المربوطة أيضا لوحدها. دراجة، دراجة الدال مع الراء أول واحدة بتبقى ساكنة عشان حرف الراء ده مشدد. طيب في حرف مد، حرف المد بياخد الحرف الممدود اللي قبليه اللي هو الراء المتحركة، والجيم أيضا ده مقطع لوحده والتاء مقطع لوحده. ثم الثاء مقطع مع الميم الساكنة، لأن الميم والمشددة بتفك الميمين والميم المفتوحة لوحدها. يحب الياء لوحدها، والحاء مع حرف الباء المشدد الساكن والباء المضمومة لوحدها. رمان الراء المضمومة مع ميم ساكنة عشان الميم دي مشددة، فك الحرفين، الحرف الساكن بياخد اللي قبله. طيب هيتبقى عندي الألف دي ممدودة، ألف المد، يبقى الحرف الممدود مع حرف المد والنون لوحديها، رمان نون. نشاط أربعة بيقول لي رتب الحروف التالية لتكون كلمات ثم صل، أعطيني اللام والخاء والفاء، يبقى خلف، كلمة خلف دي، وخلف دي ظرف مكان. طيب أعطيني الصاد والحاء والباء والألف، دي كلمة صباحا، ده ظرف زمان. طيب الياء واللام واللام، دي كلمة ايه؟ ليلا، ده ايضا ظرف زمان.
أعطيني الألف والفاء والصاد والياء، دي كلمة صيفا، أيضا دي ظرف زمان. أعطيني الياء والنون والباء، دي بين، وبين دي ظرف مكان. أعطيني القاف والواو والفاء، دي كلمة فوق ودي ظرف مكان. كده انتهينا من التوصيل. واللي صنف الكلمات التالية في الجدول نشوف بقى، عايز الكلمة المفرد لوحديها، المثنى لوحديها، الجمع لوحديه. المفرد زي كلمة حقيبتين، نبدأ بالكلمات ونصنفها في الجدول. حقيبتين دي انتهت بألف ونون، يبقى دي بتدل على مثنى، حقيبتان اتنين. طيب العصير ده مفرد، قطاران دي مثنى اتنين قطار، الرحلة دي مفردة، رجال دي جمع، فستان ده مفرد، الكواكب دي كلمة جمع أكثر من كوكب، المعلمان مثنى عشان تبقى فنون، القصص دي جمع. بيقول لي ضع علامة، ضع لم ولن ولا في المكان المناسب. تمام، لم دي بتنفي الحدوث في الماضي، لن بتنفي الحدوث في المستقبل، لا بتدل على النهي أو النفي. أنا لا أحب الكذب. أشترك في الرحلة القادمة، ده بيتكلم عن المستقبل يبقى استخدم لن، لن أشترك في الرحلة القادمة. تمطر السماء أمس، يبقى بيتكلم عن الماضي يبقى استخدم لم، لم تمطر السماء أمس. أسخر من أصحابي بعد ذلك، بيتكلم عن المستقبل يقول لن أسخر. تسرف في الماء، لا تسرف، بنهاك، لا نهي هنا. أذهب إلى المصيف العام الماضي، لم، عشان بتكلم عن الماضي، يبقى لم للمستقبل ولم للماضي، بقى في حاجة في الماضي. بيقول استخرج الفعل من الجملة التالية ثم حدد نوعه. اخترع إديسون المصباح الكهربي، اخترع، اخترع دي فعل ماضي مبني على الفتح. البنت تنام مبكرا، كلمة تنام هي الفعل وتنام هي فعل مضارع، لأن حروف المضارعة الألف والنون والياء والتاء. أي فعل ماضي نزوده ألف والنون أو ياء أو تاء هتبقى كده الفعل ده حولته من الماضي إلى المضارع، وهنا حرف التاء ده من حروف المضارعة. حافظ على نظافة مدرستك، حافظ ده فعل أمر، بأمرك أنت تحافظ على نظافة مدرسة، بدلك وأطلب منك. حبيبة تغزل على النول، تغزل ده فعل مضارع. اغسل اسنانك بالفرشه والمعجون، اغسل ده فعل امر. نشاط رقم 8، اقرا الفقره التاليه ثم استخرج. النحله حشره نافعه، تعطينا عسلا شهيا، النحل يعمل بجد واتقان في الخليه. عايز تنوين بالفتح. طيب نبص على كلمه شهيا اللي جايه منونه، دي مش مشدده، شدة مفتوحة. كلمة عسلة تنوين بالفتحة، تنوين بالضم حشرة، تنوين بالكسر إتقان. عايز فعل تعطينا فعل، عايز حرف عطف حرف الواو وإتقان بجد وإتقان، عايز حرف جر حرف الجر فيه.